ازيكم عاملين ايه؟ في حاجات كده صغيره لما بنعملها بتخلي شكل الاوتفيت يختلف تماما، تريكات صغيره كده ما كناش عارفينها بتخلي شكل الاوتفيت يا اما ديفايند اكتر، لايق عليكي اكتر، مناسب لجسمك اكتر او احلى. في حلقه النهارده هوريكي شويه تريكات كده تقدري تعمليها تظبط الاوتفيت بتاعك. اول تريك النهارده في الكيمونوز او الكارديجنز او الجاكيت اللي ليها حزام، كلنا متعودين ندخل دي على دي ونجيب الحزام ونشده كده من قدام ونربطه وخلاص. تعالي بقى اوريكي الطريقه الصح اللي تربطي بيها الكيمونو او الجاكيت بتاعك. بتجيبي الحزام وتدخليه عادي من العروه الاولانيه زي ما هتدخلي اي حزام عندك، بس مش هتلفيه من ورا، هتجيبيه من قدام وتشدي الطرف ده وهتيجي عند العروه الثانيه. وركزي عشان هي دي التريك كلها هنا، انت بتطلعيه من بره وتدخليه من جوه العروه تاني وتظبطي بقى الحزام علشان يبقوا الاثنين كده طول بعض، وتشدي على حسب ما انت عايزاه ضيق او واسع، يعني الفت اللي يريحك. وبنظبط التو سايدز على بعض كده وبشده من قدام وبعمل الرابطه بتاعتي. طبعا اكيد اكيد شايفه الفرق قد ايه ده مدي ديفايند لوك ليكي ولجسمك، مخلي شكل الجاكيت انيق مترتب، مش مبهوى، مش مشدود اي كلام، واللوك كده شكله مظبوط اكتر عن لما بنربطه من ورا. الجينز انواع كثيره مختلفه، بس مش شرط كل حاجه تكون بتليق علينا. لو انت قصيره زيي تعالي اقولك على التريك الصح اللي تخليكي تختاري الجينز المناسب اللي يبينك شكلك اطول. اي جينز بيقف عند الانكل او الحته دي في الرجل بيبينك شكلك قصيره، حتى لو انت لابسه تالون زي ما انا لابسه كده دلوقتي في الفيديو. ليه؟ اي حاجه بتقف عند الحته دي بتدي الايحاء ان طولك وقف عند الحته دي، فبيبينك شكلك قصير. تعالي اوريكي تبدلي الجينز ده بانهي نوع جينز اللي يديكي شكل يبينك طويله اكتر. وده بقى الاوبشن الصح لما تكوني عايزه تبيني شكلك اطول. البنطلون ده معدي الانكل، لو تفتكروا في التاني كان واقف لحد هنا بس ده اطول معدي الانكل، فرغم ان انا قصيره هو مديني الشكل ان انا رجلي طويله بسبب طول البنطلون. فلما تعوزي تلبسي حاجه جينز ضيق بس يديكي شكل ان انت طويله، بدلي السكيني جينز بالفلارد جينز ده. وده اوبشن تاني برضو، مش معقول كل ما نعوز نلبس جينز عشان نبان طوال هلبس كعب. فلو انا لابسه على سنيكرز وعايزه حاجه كاجوال اكتر هبدل الوايد لاكت بانتس دول. استنى هتشوف، وده الاوبشن التاني، ده برضو جينز واسع مش ضيق زي الاوبشن الاولاني اللي كنا لابسينه، بس الفرق تاني ان هو مش واقف عند الانكل، وانا واقفه هو اطول من ما البنطلون التاني كان واقف، وانا مخلياه كاجوال لابساه على حاجه فلات مش تالون وستيل برضو شكلي طويل. فالتريك دايما في الجينز لو انت قصيره هاتي حاجه تكون بعد الانكل بتاعك مش حاجه كروبت عند الانكل. عارفين بقى الجو البين البنين ده اللي ما بنبقاش عارفين نلبس له ايه؟ لا احنا في الصيف ولا في الشتاء لا عارفين نلبس جاكيت تقيل ولا قادرين ننزل بنص كم كده. هوريكم دلوقتي تو تريكس بالاوتفيت ده تقدروا تعملوهم في الجو البين البنين. طبعا اول حاجه جات في بالكم تقدروا تستعملوها في الجو ده هو الشعر، وكلنا متعودين نعمل كده ونحطه كده وخلاص. بيبقى بيلخم بيضيق، لو في عزومه او حاجه بيبقى لخمه. هوريكي طريقه حلوه قوي تقدري تربطي بيها الشعر وفي نفس الوقت تبقي مدفيه ومرتاحه وانتي لابسه بالذات البيزكس النص كم دي. بتجيبي الطرفين بتوع الشعر ونربطهم في بعض كده اهو، تعملي عقده يعني ما تتفكش، وهنعمل فليب كده ندخل راسنا جوه ونظبطه علينا فبقى كانه توب اوفر الهاي كول بتاعتنا، وفي نفس الوقت نفع مع الجو الملخبط ده اللي احنا مش عارفين نلبسه صيفي ولا شتوي. من الحاجات اللي بتفرق قوي في شكل لبسنا انه ما يبانش ان هو مكلكع او مش مظبوط. من الحاجات دي تانيه الهاي كول، طول عمرنا متعودين نتنيها على بره كده، لو تاخدوا بالكم شكلها مش مظبوط قوي، شكلها مكلكع، ومن ليا كمان ايحاء ان رقبتي قصيره جدا. الطريقه الصح ان احنا نتنيها على جنب. طب نعمل ايه؟ نعملها كده ونتني على جنب. ب
بتفرق كتير في الشكل، بتدي اناقه، بتدي شكل رقبتك اطول. التريكات اللي انت شفتيها النهارده سهله جدا وبسيطه، وتقدر تحول شكل الاوتفيت بتاعك من ان هو يكون مش مرتب او مش مديكي ديفينيشن للوك مظبوط وانيق، او لو انت قصيره تعرفي ازاي تبيني شكلك اطول. استنونا في حلقات تانية نوريكم فيها تريكس مختلفه، ولو انت عندك حاجه بتعمليها عايزه توريها لنا سيبولنا في الكومنتس التريكات بتاعتك.